محاسبة مالية. بدأنا الكورس من حوالي شهرين تقريبا، وتعرفنا على مبادئ المحاسبة المالية، التسجيل في دفاتر أو في دفتر اليومية، الترحيل إلى دفتر الأستاذ. وخدنا أمثلة على معادلة المركز المالي، وإزاي إن المعادلة بعد أي عملية مالية يجب إن الأصول تتساوى مع الخصوم وحقوق الملكية. وتطرقنا إلى كيفية تحديد الطرف المدين والدين في كل معاملة مالية، ثم تسجيلها في دفتر اليومية وترحيلها إلى دفتر الأستاذ، ثم إعداد ميزان المراجعة. ثم إعداد القوائم المالية اللي غالبا بتتم في نهاية السنة المالية، وإزاي نحدد مقدار الأرباح أو الخسائر اللي حققها المشروع، وبالتالي نحكم على نجاح أو فشل المشروع. والمركز المالي للمشروع بمعنى تحديد حقوق المشروع وممتلكاته، ممتلكات المشروع وحقوق الطرف الغير التي تسمى في علم المحاسبة بالأصول، والالتزامات التي على المشروع للغير اللي هي الخصوم أو الالتزامات، والالتزامات التي على المشروع لصاحبه التي تتمثل في حقوق الملكية. وشفنا المرة اللي فاتت كيفية إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، وكنا على وعد نلتقي النهاردة ان شاء الله لنبدأ في التسويات الجردية في نهاية العام، وكيف ان التسويات الجردية بتحدث تغيير في أرصدة ميزان المراجعة الذي تم إعداده في نهاية السنة المالية، وأن هذه التعديلات بتعتبر تعديلات جوهرية وجذرية لابد من إتمامها قبل إعداد القوائم المالية للمشروع. بمعنى إن أنا ما ينفعش في نهاية السنة أروح أعمل قوائم مالية وأنا عندي تسويات جردية كتير لسه ما تمتش، وبالتالي في حسابات كتير من حسابات ميزان المراجعة الأرصدة اللي ظهرت من دفتر الأستاذ ورحلت إلى ميزان المراجعة الخاصة ببعض الحسابات بتبقى أرصدة غير سليمة، ان انا اخدها واشتغل منها واعمل منها قوائم مالية. لابد من تعديل هذه الارصدة اولا، وده بيبقى لعدة اسباب هنبدأ نتطرق فيها ليها لما نبدأ نشوف التسويات الجردية عندنا هتمشي ازاي. احنا عندنا تسويات جردية تتعلق بحسابات الأصول الثابتة، وكيفية احتساب إهلاكات للأصول الثابتة، وما هو الإهلاك وما هي مبادئ حساب الإهلاك وطرقه، وتسويات جردية تتعلق ببنود الأصول المتداولة
في عندنا تسويات جردية تخص المخزون أو البضاعة، وتسويات جردية تتعلق بالمدينون وأوراق القبض، تسويات جردية تتعلق بالأوراق المالية، تسويات جردية تتعلق بالنقدية في الصندوق والبنك، تسويات جردية تتعلق ببنود قائمة الدخل المصروفات والإيرادات، فدي كلها تسويات جردية لازم تتم في نهاية السنة المالية قبل إعداد القوائم المالية للمشروع. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في جزء من التسويات الجردية عشان ما يبقاش الموضوع تقيل علينا ونحس ان في بعض الاجزاء غير مستوعبة. فاحنا هنقسم شغلنا النهاردة ان شاء الله جزء من الحسابات، ونأجل للمرة القادمة ان شاء الله باقي التسويات الجردية. فاحنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله على التسويات الجردية التي تتعلق بالبضاعة، بضاعة اخر المدة، والتسويات الجردية التي تتعلق بالمدينون أو العملاء، والتسويات الجردية التي تتعلق بالأوراق المالية. والمرة الجاية إن شاء الله نتكلم في التسويات الجردية التي تتعلق بالأصول الثابتة، والتسويات الجردية اللي بتتعلق بأوراق القبض، والتسويات الجردية التي تتعلق بالمصروفات والإيرادات. كما ناخد النهاردة ثلاث أنواع من التسويات الجردية، وهنأجل للمرة اللي جاية ثلاث أنواع تانية. النهاردة هنتكلم في تسويات الجردية للبضاعة، المدينون، الأوراق المالية. المرة اللي جاية هنتكلم في التسويات الجردية ان شاء الله اللي تتعلق بالاصول الثابتة واوراق القبض والمصروفات والايرادات. هنبدأ مع بعض مثال، ومن خلاله نشوف ايه هي التسويات الجردية اللي المفروض تتم على الحسابات اللي احنا قلنا نشتغلها النهاردة ان شاء الله. يبقى تاني الجرد او التسويات الجردية هي تعديل في ارصدة ميزان المراجعة في نهاية السنة المالية لمعالجة بعض القصور في الارصدة دي نتيجة عدم الأخذ بعض الأشياء خلال السنة المالية تتعلق بمعاملات المشروع. تعديل في بعض أرصدة ميزان المراجعة، لأن هذه الأرصدة فيها بعض الحسابات بتبقى أرصدتها غير معالجة معالجة كاملة. على سبيل المثال عشان نوضح الفكرة، لو احنا بندفع مرتبات العاملين 1000 جنيه في الشهر، يفترض ان المرتبات في نهاية السنة هتبقى 12000 جنيه. طيب لو جينا في ميزان المراجعة ولقينا ان رصيد المرتبات 11000 جنيه بس، يبقى ده معناه ان في مرتب شهر لسه ما تسجلش. فممكن على سبيل المثال ان المنشأة بتقبض العاملين يوم 5 في الشهر مرتب الشهر اللي فات، يعني مرتب شهر يناير بتقبضه يوم 5 فبراير، مرتب شهر فبراير
قبض يوم 5 مارس وهكذا. فمرتب شهر ديسمبر شهر 12 المفروض انه يتقبض للعاملين يوم 5 يناير من السنة الجديدة. فانا لما اجي يوم 31/12 نهاية السنة المالية واقفل دفاتري ورصد حسابات الاستاذ، هلاقي ان حساب المرتبات اترحل له مرتبات 11 شهر وشهر 12 لسه ما اتدفعش، وبالتالي ما تسجلش بيه قيد يومية وما ترحلش الى دفتر الاستاذ. فانا المفروض ان انا في نهاية السنة المالية اسجل قيد يومية اقول ان في مرتب شهر 12 لسه ما اتدفعش وان هذا المرتب يمثل دين مستحق علينا، وسجل بيه قيد يومية زي ما هنشوف المرة الجاية ان شاء الله. وبالتالي لما ارحله الى ميزان المراجعة هلاقي ان حساب المرتبات بقي 12000 جنيه يمثل مرتبات السنة بالكامل. وبكده لما اجي اعمل قائمة الدخل واحط في ضمن المصروفات مرتبات 12000 جنيه تبقى مصروفاتي تعبر عن السنة المالية بالكامل. لكن لو انا ما عملتش التسوية الجردية وخليت المرتبات ب 11000 زي ما هي، هبص الاقي ان في نهاية السنة مرتبات 11000 تروح لقيمة الدخل قيمة غير سليمة وهكذا. يبقى اذا التسويات الجردية هي تعديل في أرصدة ميزان المراجعة لمعالجة بعض القصور في الحسابات، وبالتالي الحسابات بعد التسويات الجردية تظهر الأرصدة الحقيقية اللي تعبر عن السنة المالية. وضحت فكرة يعني ايه هنعمل تسويات جردية؟ كمبدأ عام. شباب معايا ولا؟ مصطفى اوكي. طيب في اتنين تاني معانا. طيب على باقي الشباب لما يصحوا نبدأ نشتغل ونشوف ايه اللي هيتم في التسويات الجردية. المثال بيقول فيما يلي أرصدة ميزان المراجعة لمنشأة طارق ابن زياد في يوم 31/12/2010. يعني المنشأة سجلت المعاملات المالية خلال السنة في دفتر اليومية، رحلتها لدفتر الأستاذ وخدت أرصدة ميزان أرصدة حسابات الأستاذ ما هو الأصل الثابت الذي لا يستهلك غير الأرض؟ عرفت يا مصطفى ولا لسه؟ طيب الأصل الثابت الذي لا يستهلك غير الأراضي هو الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل. الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل. إيه هي الأوراق المالية والسندات اللي تشتريها المنشأة؟ فإذا كانت المنشأة بتشتري أسهم وسندات بغرض المتاجرة فيها، يعني بنشتري أسهم من البورصة وبنستنى نلاقي السعر الأسهم دي تتحرك شوية في البورصة وارتفع بنبيعها على طول نحقق منها مكاسب، متاجرة في الأسهم وسندات. ففي الحالة دي بتسمى أوراق مالية قصيرة الأجل وبتظهر ضمن الأصول المتداولة، ما تبقاش أصل ثابت. انما لو اشترينا اسهم وسندات بغرض الاحتفاظ بيها، وبالتالي يبقى احنا كده عندنا مثلا اسهم في شركة تانية، يبقى احنا بنمتلك شركة تانية. في الحالة دي بتعتبر ان الاوراق المالية دي
استثمارات طويلة الأجل وبتظهر كأصل ثابت في الميزانية، وبالتالي الاستثمارات في الشركات القابضة والتابعة بتندرج تحت نفس المفهوم. لو الشركة بتاعتنا اشترت أسهم شركة تانية بغرض السيطرة على الشركة التانية وتبقى شركتنا قابضة للشركة التانية، فدي استثمارات في شركات تابعة تعتبر استثمارات طويلة الأجل وتعتبر من ضمن الأصول الثابتة ولا تستهلك برضه. يبقى الاستثمار في الأوراق المالية بغرض الاحتفاظ بيها والسيطرة على الشركات الأخرى ده بيعتبر من الأصول الثابتة وهو أصل غير قابل للإهلاك، زي الأراضي ما هي أصل غير قابل للإهلاك. واضح يا مصطفى؟ تمام. نبدأ المثال بتاعنا. أرصدت ميزان مراجعة منشأة طارق بن زياد في 31/12/2010، عندنا أوراق قبض 12,000، صندوق 5,000، مبيعات 60,000، أساس 2,000، مهاية 2,400، عمولة شراء 500، مصروفات نقل للخارج، مصروفات نقل للخارج يعني مصروفات نقل المبيعات، بنبيع بضاعة وننقلها إلى العميل بسيارتنا، نصرف مصروفات نقل للخارج أو مصروفات نقل المبيعات، مردودات داخلة يعني مردودات المبيعات، تم بيع بضاعة وخرجت البضاعة من مخازننا وراحت للعميل، العميل اكتشف ان في عيوب في بعض وحدات الانتاج رجعها لنا تاني، فبقت مردودات داخلة للمنشأة يعني هي مردودات المبيعات. مردودات خارجة هي مردودات المشتريات، اوراق دفع، مدينون، نقدية في البنك، ديون معدومة، فوائد مدينة، مطلوبات. مطلوبات دي ممكن يعني هي الدائنين واوراق الدفع او الدائنين، لان احنا عندنا اوراق دفع هنا، فالمطلوبات هي تمثل بند الدائنون، ايجار، مصروف ايجار، اوراق مالية. الاوراق المالية هنا بقى ما حددتش هل هي طويلة الاجل يعني بغرض الاحتفاظ بيها وسيطرة على الشركات الأخرى تبقى أصل ثابت، ولا الأوراق المالية بغرض المتاجرة فيها وبالتالي تعتبر أصل متداول، فإحنا بنعتبرها في الأصول المتداولة. يعني هو مفروض إن أنا برجع للمنشأة وبشوف هي اشتريتها بنية إيه؟ هل بنية الاحتفاظ بيها والسيطرة على الشركات الأخرى تبقى أصل ثابت، ولا اشتريتها بهدف المتاجرة فيها تعتبر أصل متداول؟ فاحنا هنعتبرها هنا كأصل متداول. مشتريات، بضاعة أول يناير يعني بضاعة أول المدة من عام 2010، 14,000 جنيه بضاعة أول يناير سنة 2010، بضاعة أول المدة. مصروفات عمومية، عقارات، أراضي ومباني يعني، سيارات، مخصص الديون، مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية، مسحوبات، رأس المال. دي كده الأرصدة اللي هو مدهاني. اديني معلومات أخرى عند الجرد، فإذا علمت أنا وتبين عند الجرد في 31 ديسمبر ما يلي في نهاية السنة اكتشف إيه؟ عملنا لجنة الجرد، نزلت لمخازن المشروع، جردت البضاعة اللي موجودة في المخزن، لقيت ان بضاعة اخر المدة تكلفتها يعني التمن اللي دفعناه في شرائها ونقلها وتخزينها صرفنا على البضاعة تكلفتها 7200 جنيه، وان هذه البضاعة سعرها في السوق يساوي 7000 جنيه، لو بعناها تدفع ب 7000 جنيه بس،
يبقى بضاعة آخر المدة بالتكلفة 7200 بسعر السوق 7000 جنيه. عملوا جرد للنقدية اللي في الخزنة ولقيوا ان في 40 جنيه زيادة عن الرصيد الدفتري. يعني الرصيد الدفتري كان بيقول ان النقدية في الصندوق 5000 جنيه. يعني مفروض عفوا يعني مفروض ان احنا لما نعد النقدية اللي في الصندوق نلاقي ان في 5000 جنيه نقدية في الصندوق. لما جم عملوا جرد للخزنة وعدوا الفلوس لقيوا ان الفلوس زايدة 40 جنيه، يعني في 5040 جنيه في الصندوق. سعر الاوراق المالية في السوق، يعني عندنا اوراق مالية ب2000 جنيه، يعني ده التمن اللي احنا اشترينا بيه الاوراق المالية. اشترينا اوراق مالية، اشترينا اسهم ب2000 جنيه، تكلفتها 2000 جنيه، لكن لو حبينا نبيعها دلوقتي فهي سعرها في البورصه 1900 جنيه بس. ممكن سعرها طبعا في البورصه يبقى اعلى او اقل حسب هل اسهم الشركه دي في البورصه بتزيد يبقى هتكسب ولا بتقل هيحصل لها خسائر زي حالتنا كده. اعدم دين قدره 400 جنيه ويراد عمل مخصص ديون بنسبه 5% من رصيد المدينين. المطلوب اعداد حسابي المتاجرة والارباح والخسائر او قائمة الدخل. احنا عايزين قائمة الدخل مش هنشتغل بالمتاجرة والارباح والخسائر. متاجرة والارباح والخسائر قلنا دي الاساليب التقليدية لحساب الدخل. احنا هنشتغل بالاساليب الحديثة او الاسلوب الحديث لاعداد او تحديد مقدار صافي دخل المشروع وهو قائمة الدخل. وبعدين عايزين قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية في تاريخ 31 ديسمبر 2010. طيب هنبدأ نشوف التسويات الجردية. يعني عندنا أربع عمليات، أربع مشكلات حصلت عند الجرد اكتشفوهم وعايزين نعالج المشكلات دي ونشوف تأثيرها على أرصدة ميزان المراجعة وإزاي هنعدل في أرصدة ميزان المراجعة اللي إحنا قلناها فوق. وبالتالي الأرصدة ميزان المراجعة الجديدة هتبقى شكلها ايه، وبالتالي منها بعد كده نعمل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. نبدأ نتكلم في اول نقطة اللي هي بضاعة اخر المدة. هو بيقول لي بضاعة اخر المدة بيقول لي بضاعة اخر المدة ايه تكلفتها 7200 جنيه وسعر السوق 7000 جنيه. التكلفة 7200 وسعر السوق 7000 جنيه. لجنة الجرد لقيت ان مثلا في 1000 وحدة منتج او 1000 وحدة من السلعة اللي احنا بنتاجر فيها في المخزن. رجعنا لفواتير الشراء بتاعتهم لقينا ان دول ثمنهم اللي احنا اشتريناها بيه 7200 جنيه. ووفقا لاسعار البيع اللي احنا بنبيعها لقينا ان الكميات دي هتتباع ب 7000 جنيه. يبقى احنا هنعتمد على انهي رقم فيهم؟ خلي بالنا ان احنا قلنا المره اللي فاتت ان بضاعه اخر المده هي ليها خاصيتين بيختلفوا عن كل ارصده ميزان المراجعه. الخاصيه الاولى ان بضاعة اخر المدة ما بتبقاش متسجلة خلال العام في الدفاتر كبضاعة اخر مدة، هي كانت موجودة عندنا كمشتريات. فاحنا عايزين نعملها تسجيل ونظهرها، نحولها من حساب ان هي بضاعة اشتريناها وبالتالي تتحول كمصروف او تكلفة على قائمة الدخل، نقول ان اللي دي بضاعه لسه ما اتباعتش، فالمفروض ان احنا في نهايه السنه بنعمل لها قيد يومي كده. لكن قبل كده، قبل ما نعمل تسويات جرديه، بتبقى بضاعه اخر مده لسه مش ظاهره في ميزان المراجعه. يبقى الخاصيه الاولى
ان قبل التسويات الجرديه وقبل اعداد قيمه الدخل بتبقى بضاعه اخر المده رصيد، او هي مش رصيد من ارصده ميزان المراجعه. نمره 2 ان هي الحساب الوحيد اتفقنا الذي يستخدم في اعداد القوائم الماليه مرتين، كل حساب المفروض احنا نستخدمه مره واحده اما في قائمه الدخل او في قائمه المركز المالي، انما بضاعه اخر المده بتستخدم مرتين، مره في بضاعه في قائمه الدخل ومره ثانيه في قائمه المركز المالي. فبضاعه اخر المده تكلفتها 72 وسعر السوق ليها 7200 جنيه وسعر السوق ليها 7000 جنيه. ففي عندنا قاعدة في المحاسبة بتقول وفقا لمبدأ الحيطة والحذر تقوم او تقدر بضاعة اخر المدة على اساس التكلفة اللي هي 7200 جنيه او سعر السوق اللي هو 7000 جنيه، ايهما اقل؟ تقدر بضاعة اخر المدة على اساس التكلفة، كانت التكلفة 7200 جنيه او سعر السوق اللي هو 7000 جنيه، ايهما اقل؟ فالاقل هو 7000 جنيه، يبقى هقدر بضاعة اخر المدة ب 7000 جنيه. يبقى كده لجنة الجرد لما قالت لي ان البضاعة اللي في المخازن تكلفتها قد كده وسعر سوقها قد كده، احنا كحسابات او كمحاسب مالي في نهايه السنه بعتمد التكلفه او سعر السوق ايهما اقل، واروح بقى اسجل قيد يوميه بناء عليه ارحل المبلغ ده لقائمه الدخل. كده بقى عندنا بضاعه اول مده، بضاعة أول يناير 2010 قيمتها 14000 جنيه، ونتيجة الجرد لقينا إن بضاعة آخر المدة 7000 جنيه. عندنا رصيدين للبضاعة، رصيد لبضاعة أول المدة 14000 جنيه، ورصيد لبضاعة آخر المدة اللي إحنا طلعناه بس لسه هو ما ظهرش في ميزان المراجعة لغاية دلوقتي 7000 جنيه. هنعمل قيد نقفل فيه بضاعة أول المدة، يعني نحولها إلى ميزان، إلى من ميزان المراجعة نحولها إلى قائمة الدخل، وهثبت بضاعة آخر المدة، بقول إن بضاعة أول المدة خلاص دي كانت في أول السنة وانتهت خلاص أول السنة. عايز أقفل الحساب ده من دفاتري وأفتح حساب لبضاعة آخر المدة. بقول خلاص البضاعة ما بقتش 14000 اللي كانت أول السنة، أصبحت البضاعة دلوقتي 7000 جنيه في آخر السنة. فبعمل قيد إقفال لبضاعة أول المدة وقيد إثبات لبضاعة آخر المدة. القيدين هيظهروا بالشكل ده. بما إن بضاعة أول المدة هي أحد الأرصدة المدينة، يعني لو رحنا لميزان المراجعة هنلاقيها رصيد مدين بيظهر ضمن الأرصدة المدينة، وأنا عايز أعمل لها إقفال، يبقى أجيب الحساب طرف داين إلى حساب بضاعة أول المدة. طيب جميع الحسابات اللي أنا هرحلها إلى دفتر إلى قائمة الدخل المفروض إن أنا بعمل لها إقفال في قائمة الدخل، يبقى بالتالي تظهر قائمة الدخل للطرف الثاني، فأقول من حساب ملخص قائمة الدخل، وبالتالي اقفال بضاعة اول المدة من حساب ملخص قائمة الدخل الى حساب بضاعة اول المدة بال 14000 جنيه. هينتج عن القيد ده لو انا رحت افتح حساب بضاعة اول المدة وكان رصيده مدين ب 14000، ارحل القيد ده فلاقي ان بضاعة اخر المدة داينة ب 14000، اروح حاططها في الطرف الداين، لما اعيد ترصيد الحساب الاقي بعد كده يظهر في قائمة المركز المالي كأحد الأصول المتداولة. لكن قبل القيد ده كان لسه بضاعة آخر المدة مش ظاهرة في دفاتري. فالقيد ده اتسجل في نهاية السنة المالية بعد لجنة الجرد ما خلصت شغلها.
ده بالنسبه لجلد بضاعه اخر المده. هي في طريقه تانية طبعا، اللي هي طريقه تكوين مخصص هبوط لاسعار البضاعه، بس الطريقه الاسهل هي طريقه اعتماد التكلفه او سعر السوق ايهما اقل، والاثنين هيأدوا نفس الغرض، وبالتالي مفيش اي مشكله ان احنا نعتمد الطريقه اللي احنا قلناها دي. تاني معلومه جرديه بتقول هناك زياده في الخزنه 40 جنيه. لما عملوا جرد للخزنه لقيوا ان في رصيدها، هو الرصيد الدفتري من من ميزان المراجعه، كان عندنا رصيد بيقول ان رصيد الصندوق او الخزنه 5000 جنيه. لما عملوا جرد للخزنه وعدوا الفلوس اللي موجوده في الخزنه لقيوا ان في 5040 جنيه في الخزنه، يعني في زياده في الخزنه 40 جنيه. يبقى بالتالي لازم اعدل الرصيد الدفتري من 5000 الى 5040 عشان الدفاتر تحاكي الواقع. يبقى اللي موجود في الواقع هو اللي موجود في الدفاتر. ازود 40 على الرصيد اللي موجود في حساب الاستاذ اللي راح لميزان المراجعه. بس الزياده دي ما تنفعش زياده كده بالقلم، لازم يتعمل قيد يوميه هو اللي يزود. واعتبر ان ال 40 جنيه دول مكسب او ربح تحقق للشركه او للمشروع بتاعي. في زياده 40 جنيه في الخزينه، ده اذا ما عرفناش مصدرهم ايه وايه السبب فيهم فخلاص بنعتبرهم ان هم ربح من الارباح الغير عاديه للمشروع، وبالتالي يظهر في قائمة الدخل كمكسب إضافي للمشروع. والعكس لو كان عجز في الخزينة أو نقص في رصيد الخزنة، يبقى أنا المفروض أعمل قيد يومية يخفض لي رصيد الخزنة عشان الخزنة تروح الميزانية بقيمتها الحقيقية اللي ظاهرة عند الجرد، واعتبر إن المبلغ ده خسائر غير عادية تحققت، وبالتالي أظهره كمصروف في قائمة الدخل. يبقى احنا عندنا زياده في الخزنه 40. نشوف التسويه الجرديه اللي تتم عليها. تعتبر الزياده في الخزينه وقدرها 40 جنيه ربحا يظهر في قائمه الدخل، وتضاف على رصيد الخزنه او الصندوق في الميزانيه. والزياده دي هيتم اضافتها لحساب الصندوق زي ما قلنا. لازم الكلام ده يتم عن طريق قيد يومية هو اللي يزود، مش هزود انا بالقلم كده اشطب وازود، لا. اي زيادة او تخفيض على الارصدة التحتي لازم قيود يومية هي اللي تعمل الكلام ده. فانا دلوقتي عندي زيادة في الخزنة 40، عايز ازود رصيد الخزنة، والخزنة اصل والاصول مدينة، عشان اخليها تزيد يبقى المفروض اجيبها في القيد مدينة، يعني اقول من حساب الخزينة. ولو عايز اخفضها يبقى اجيبها في القيد دينة، اقول الى حساب الخزينة. الاصول حسابات مدينة، عند زيادتها بتبقى مدينة وعند نقصها بتبقى دينة. انا عايز ازود الخزنة يبقى اجيبها مدينة، لو عايز انقصها اجيبها دينة. وبالتالي قلنا من حساب الخزينة بالمبلغ زيادة 40 الى حساب الزيادة في الخزينة، هو ده بقى الربح اللي اتحقق. يعني في قائمة الدخل هروح اقول حساب ايه؟ ما اقولش الخزينة، اقول الزيادة في الخزينة، لكن في الميزانية هنقول الخزينة كأصل من الأصول المتداولة. وشرح قيد إثبات الزيادة في الخزينة عند الجرد. يبقى من حساب الخزينة إلى حساب الزيادة في الخزينة. طيب عايزين نرحل المبلغ ده إلى قائمة الدخل، يبقى أعمل له إقفال في قائمة الدخل. اقفل الرصيد ده في قائمة الدخل، ارحله لقائمة الدخل. فالزيادة في الخزنة كانت دينة، اقفلها اجيبها مدينة، يبقى من حساب الزيادة في الخزينة إلى حساب ملخص قائمة الدخل إقفال الزيادة في الخزنة. وبالتالي بناء على القيد ده أرحل ال 40 جنيه الزيادة دي إلى قائمة الدخل كربح غير عادي يتضاف على أرباح المشروع. بناء على القيد ده لو انا رحت افتح حساب الخزنة، اعيد فتح الحساب مرة تانية عشان اعدل في رصيده. كان رصيده زي ما قلنا في الارصدة فوق، كان الرصيد مدين، رصيد 5000 جنيه والاصل والخزينة اصل، يبقى رصيدة مدين. وظهرت هنا مدينة تانية ب 40،
هرحل المبلغ للطرف المدين مرة تانية، وبالتالي لما اعيد ترصيد الحساب الاقي الرصيد باقي 5040 جنيه. تاني، الخزنة كان رصيدها في ميزان المراجعة، كان عندنا رصيد الخزنة او الصندوق 5000 جنيه. ده رصيد، ده رصيد مدين ولا داين؟ طبعا الخزنة اصل من الاصول، يبقى مؤكد ان رصيدها مدين، فهي مدينة ب 5000 جنيه. التسوية الجردية اللي احنا عملناها زودنا الخزنة ب 40 جنيه، جبناها مدينة كمان. يبقى لما رحل المبلغ ده الى حساب الاستاذ اللي هو حساب الخزينة في دفتر الاستاذ، هلاقي ان الخزنة ظهرت مدينة ب 40 مع ال 5000 الرصيد القديم، وبالتالي يظهر رصيد الخزنة الجديد 5040 جنيه، وبكده تم تعديل رصيد الخزنة. يبقى اذا التعديل مش هيتم بشطب وتصحيح المبلغ، لكن هيتم بقيد يومية هو اللي يؤدي الى زيادة رصيد الخزنة وتعديل رصيده. يبقى كده لما اروح لقائمة الدخل هلاقي ان الزيادة في الخزنة هتبقى 40 جنيه ايراد غير عادي او ربح غير عادي يتحقق، هضيف على ارباح المشروع. وفي الميزانية هلاقي الخزنة ظهرت مش بال 5000 القيمة القديمة، لكن بال 5000 مضاف لها ال 40 جنيه الزيادة اللي احنا اكتشفناها، يعني هنلاقي الخزنة ظاهرة ب 5040 جنيه. نشوف كده البندين دول اللي هم بضاعة اخر المدة اللي احنا قلنا 7000 جنيه، وبضاعة اول المدة اللي 14000. عندنا بضاعة اول المدة اتفقنا ب 14000، وبضاعة اخر المدة ب 7، وكمان الخزنة حصل لها زيادة ب 40، فبالتالي رصيدها الجديد المفروض يبقى 5040 جنيه. هيظهروا فين في القوائم المالية الحاجات دي؟ لما اجي اعمل قائمة الدخل هلاقي ان ضمن تكلفة المبيعات، احنا بنعمل في الجزء الاول مبيعاتنا، وفي الجزء الثاني بنعمل تكلفة المبيعات او بنحط تكلفة المبيعات. هلاقي ان اول بند في تكلفة المبيعات اتفقنا المرة اللي فاتت ان تكلفة المبيعات بتتكون من اربع حاجات: بضاعة اول المدة، والمشتريات، وبيطرح منهم بضاعة اخر المدة، ويضاف لهم مصروفات البيع والتوزيع. الكلام ده احنا قلناه المرة اللي فاتت. وبالتالي يبقى بضاعة اول المدة هتظهر في قائمة الدخل بال 14000 جنيه، وهتظهر بضاعة اخر المدة هتطرح، وبالتالي تحط بين قوسين هي معناها انها تطرح بالتكلفة او سعر السوق يوم اقل زي ما اتفقنا بال 7000 جنيه. يبقى بضاعة اول المدة ظهرت بال 14، وبضاعة اخر المدة بال 7 ظهروا في قائمة الدخل. في نفس الوقت ال 7000 جنيه دي هتظهر مرة تانية في قائمة المركز المالي. لو رحنا نشوف قائمة المركز المالي هنلاقي في الاصول المتداولة اول بند بيظهر هو بضاعة اخر المدة، يظهر بال 7000 جنيه مرة تانية. وده الحساب الوحيد زي ما اتفقنا اللي بيظهر في القوائم مرتين، مرة في قائمة الدخل بيطرح من تكلفة البضاعة المباعة او تكلفة المبيعات، ومرة تانية في الاصول المتداولة في قائمة المركز المالي اول بند في الاصول المتداولة هو بضاعة اخر المدة بنفس المبلغ. وظهر لنا ضمن الاصول المتداولة الخزينة او الصندوق بال 5040 جنيه زي ما اتفقنا. ظهر لنا رصيد الخزينة او الصندوق بكام؟ ب 5000 قيمته الاصلية اللي كانت في ميزان المراجعة، مضاف لها 40 زيادة في الخزينة، بقي الرصيد 5040 جنيه هنا. وفي قائمة الدخل ضمن الإيرادات الأخرى ظهر لنا زيادة في الصندوق أو زيادة في الخزنة الـ 40. يبقى الزيادة في الخزنة تعتبر إيراد غير عادي بيضاف على ضمن الإيرادات الأخرى، بيضاف إلى أرباح المشروع في قائمة الدخل. ولو كان نقص في الخزينة أو عجز في الخزينة ضمن المصروفات الأخرى، هنا هقول عجز في الخزينة، والمصروف ده يطرح من أرباح المشروع، ده لو كان عجز. إذا كانت زيادة بزودها على
رصيد الخزنة، واللي يطلع اوديه قائمة المركز المالي، واذا كان عجز في الخزنة بيطرح من رصيد الخزنة، والرصيد الباقي هو اللي هيروح قائمة المركز المالي، والزيادة والتخفيض اللي حصل ده زي ما قلنا هيتم بقيد يومية. يبقى انا مش بزود ونقص بمزاجي كده، لا ده في قيود يومية هي اللي بتعمل لي العملية دي. وبالتالي الزيادة في الخزنة، قلنا من حساب الزيادة في الخزنة الى حساب، من حساب الخزينة الى حساب الزيادة في الخزينة، وبالتالي لما رصد حساب الخزنة الاقي زاد بالـ40 وارحل المبلغ الزيادة الى قائمة الدخل من حساب الزيادة في الخزينة الى حساب ملخص قائمة الدخل، عملت له اقفال. القيود دي طبعا هتتعكس كلها لو كان عجز في الخزينة، او من حساب عجز الخزينة الى حساب الخزينة، من حساب ملخص قائمة الدخل الى حساب عجز الخزينة. هل معالجة او التسويات الجردية اللي بتتعلق ببضاعة اخر المدة والزيادة او النقص في الخزنة واضحة بالنسبة لنا، ولا فيها مشاكل لغاية دلوقتي؟ يا شباب اخباركوا ايه؟ شبابنا مصطفى، في ناس تانية لسه، محمود، محمود اخبارك ايه؟ متوكل اخبارك ايه؟ تمام متوكل ايه ولا لا؟ طيب على ما متوكل يصحى نكون احنا خلصنا التسويات الجردية والكلاس قفل. نرجع تاني للتسويات الجردية بتاعتنا او المثال بتاعنا. ثالث تسوية جردية مطلوبة مننا لجنة الجرد والمراجعة، عملت جرد للاوراق المالية وراجعت سعر اقفال البورصة يوم 31/12، لقوا ان سعر الاوراق المالية في البورصة وفقا لسعر الاقفال 1900 جنيه، وهي كانت الاوراق المالية اصلا في ميزان المراجعة 2000 جنيه. يعني احنا اشترينا اوراق مالية، ممكن اشتريناها من شهر من سنة ايا كان المدة، اشتريناها ب 2000 جنيه، اوراق مالية ب 2000 جنيه. طيب هل الاوراق المالية دي سعرها في السوق ارتفع ولا انخفض؟ محدش رد عليا. انخفض، تمام. هي حاليا سعرها او تكلفتها، تكلفة شرائها 2000 جنيه اللي ظاهرة في ميزان المراجعة. هو بيقول لي خلي بالكم في هنا مخصص هبوط اوراق مالية عشان ايه نبقى فاكرين، 250 جنيه. عندنا اوراق مالية 2000 وعندنا مخصص هبوط اسعار اوراق مالية 250. مخصص ده كوناه السنة اللي فاتت، ده معناه ان الاوراق المالية دي اشتريناها من سنوات سابقة، وفي نهاية السنة اللي فاتت عملنا لها مخصص هبوط في اسعارها 250. احنا عايزين نشوف السنة دي هيحصل ايه للمخصص ده، هنعدله ازاي. تكلفة الاوراق المالية 2000 مخصص هبوطها 250. لجنة الجرد لقيت ان سعر اقفال الاوراق المالية في نهاية السنة 1900 جنيه، يعني حصل هبوط او انخفاض في سعر الاوراق المالية قد ايه؟ يبدو ان مصطفى بس هو اللي مصحصح معانا. ماشي تمام كده، تمام يا محمود. يبقى كده في انخفاض في سعر الاوراق المالية من 2000 الى 1900، يبقى في انخفاض ب100. طيب نشوف بقى التسوية الجردية اللي هتبقى ازاي.
هنروح نشوف مخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه اللي مطلوب تكوينه في نهايه السنه دي. احنا عايزين نقول ان الاوراق الماليه السنه دي سعرها انخفض في نهايه السنه ب 100 جنيه، يبقى رصيدها 2000 ناقص سعر السوق 1900 يبقى في انخفاض ب 100. يبقى انا عايز مخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه اخر السنه دي يبقى قيمته 100. عايز مخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه في نهايه العام الحالي يبقى رصيده كام او قيمته كام؟ 100. طب احنا عندنا رصيد لمخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه في ميزان المراجعه اصلا 250 اللي اتكوناه السنه اللي فاتت زي ما قلنا. رصيد السنه اللي فاتت 250، انا عايز السنه دي الرصيد يبقى 100، يبقى عايز اعمل ايه؟ اخفض المخصص من 250 الى 100، يعني اخفضه بمقدار 150 جنيه. وده هيظهر المبلغ ده ال 150 هتظهر في قائمه الدخل كايراد. يعني في قاعدة بتقول أن زيادة المخصصات بيعتبر في حكم المصروف، وأن نقص المخصصات في حكم الإيراد. أي مخصص أنا عايز أزود رصيده عن رصيد السنة اللي فاتت آخد مقدار الزيادة واعتبرها ضمن مصروفات الغير عادية في المصروفات الأخرى في قائمة الدخل. وإذا كنت أنا عايز أنقص الرصيد عن السنة اللي فاتت يبقى أعتبر مبلغ التخفيض اللي أنا هعمله ربح من الأرباح غير العادية، يظهر ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل برضه. وبالتالي عشان أرحل الـ 150 دي إلى أخفضها وأوديها قائمة الدخل وأعمل تخفيض للمخصص واعتبره ايراد ب 150، اعمل لها قيد يومي على طول. اعدل رصيد المخصص ب 150 وبالتالي اخفضه من 250 اخفضه 150 يبقى رصيده الجديد 100. فاقول من حساب مخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه 150 مقدار التخفيض الى حساب ملخص قائمه الدخل وشرح القيد تخفيض رصيد مخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه طبقا لنتائج الجرد. نوضح اكتر، المخصصات اللي احنا بنكونها معناها ايه؟ المخصص هو استقطاع مبلغ من ارباح المشروع لمواجهة خسائر محققة أو مؤكدة الحدوث أو محتملة الحدوث في المستقبل. تاني، يعني إيه مخصص؟ المخصص هو استقطاع، يعني حجز مبلغ من أرباح المشروع في العام الحالي لمواجهة خسائر محتمل حدوثها في المستقبل. احنا عندنا الاوراق المالية لو بعناها دلوقتي، لو بعناها السنة اللي جاية بعد يوم يعني في بداية السنة الجديدة، ففي احتمال ان هي تخسر 100 جنيه. هو ده مش مؤكد، لان ممكن ابص الاقي ان انا اول يوم تشتغل في البورصة الاقي سعر الاوراق الماليه دي راح ضرب وزاد وعدى ال 200 ال 2000 وبقى 2500 جنيه، نكسب احنا بقى هنا ساعتها ونبيع ونكسب، وممكن تتباع وتخسر، فانا عندي في احتمال خسائر. وفقا لمبدا الحيطه والحذر اتفقنا ان المبدا بيقول ان اي خسائر محتمل حدوثها في المستقبل لازم اكون لها او احتاط ليها من دلوقتي، اعمل حسابها من دلوقتي. اي خسائر محتمل حدوثها في المستقبل لازم اعمل حسابي ليها من دلوقتي. فانا في احتمال ان نبيع الاوراق المالية نخسر فيها 100، يبقى المفروض اكون لها مخصص ب 100. بس احنا عندنا مخصص فعلي 250، والمخصصات هي تعتبر من ارصدة الخصوم. لو رجعنا تاني الى
دليل الحسابات اللي احنا قلناها في المحاضرة الأولى، هنلاقي إن المخصصات بتظهر في قائمة المركز المالي ضمن جانب الخصوم وحقوق الملكية، يعني بالتالي هي أرصدة داينة. أنا عايز أخفض المخصص من 250 إلى 100، يبقى خفضه 150، يعني عايز أحد حسابات الخصوم أخفضه، والقاعدة بتقول إن الخصوم داينة، لما نحب نخفضها نجيبها مدينة، ولما نحب نزودها نجيبها دينا. المخصصات هي خصوم، يعني أرصدة دينا، لما نحب نزود حساب داين نجيبه داين، يعني المخصصات لما تزيد تبقى دينا إلى حساب المخصصات دي أو المخصص حسب اسمه. لما أحب أخفض مخصص يبقى أجيبه مدين من حساب المخصص. فأنا عايز أخفض مخصص هبوط الأوراق المالية ب 150، يبقى من حساب مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية إلى حساب مرخص قائمة الدخل. وضحت الدنيا كده؟ ما هو المخصص؟ وإزاي بكونه؟ لو حبيت أزوده أجيبه إزاي؟ ولو حبيت أخفضه أجيبه إزاي؟ الناس كلها أخبارها إيه؟ مصطفى بس هو اللي بيرد في كل مرة. احنا 5 حاضرين، 2 بس اللي بيردوا، وبلو سكاي لسه بيفوق. الاخبار ايه؟ في عندنا ناس تانية داخلة ومش متابعة المحاضرة، ولا الدنيا مش واضحة؟ يعني قولوا لنا بس الاخبار الدنيا ايه، هل الدنيا عندكم واضحة ولا في مشاكل معاكم؟ تمام. وبالتالي نتيجة القيد اللي احنا عملناه ده، لو رحت فتحت حساب مخصص هبوط اسعار الاوراق المالية في بلو سكاي، بيقول ان الشاشة بيضة، يعني رجاء ان الاستاذ مجدي في إدارة الأكاديمية يشوف لنا حد في الدعم الفني كده يشوف. أو يا بلو سكاي ممكن تعمل ريفرش كده وتشوف الشاشة هيبقى شكلها إيه عندك إن شاء الله. تمام تمام الدعم الفني بيقول لنا يعملوا ريفرش فعلا. طيب محمود علي بيقول ممكن المخصص يطرح من الأوراق المالية في جانب الأصول. ده اللي احنا داخلين عليه وهنقوله دلوقتي حالا يا محمود، هو ده فعلا ده اللي هيحصل. طيب نتيجة القيد اللي احنا عملناه، لو رحنا نفتح دفتر الاستاذ تاني ونشوف حساب مخصص هبوط اسعار الاوراق المالية بشكله ايه، هلاقي ان رصيده زي ما اتفقنا المخصصات خصوم، يعني رصيدها داين، هلاقي رصيده داين بال2000، الرصيد الاصلي هيبقى رصيد منقول، وانا هنا جبته في القيد مدين ب 150، سوري المخصص ب 250 مش ب 2000، ده الاوراق الماليه اللي 2000، المخصص رصيده كان 250، هلاقي المخصص ظهر في حساب الاستاذ ده رصيده داين ب 250، هرحله القيد ده، يبقى اجيب مخصص هبوط اسعار الاوراق الماليه مدين داين مدين ايوه ب 150، يبقى الحساب داين ب 250 مدين ب 150. لما رصد الحساب الاقي رصيده الجديد اصبح 100، رصيد الجديد اصبح قد ايه؟ 100، وبالتالي تم التخفيض فعلا بقيد يوميه. لما اروح بقى لقائمه الدخل، في قائمه الدخل اتفقنا ان المبلغ ده يعتبر ايراد، يبقى الاقي ال 150 ظاهره في قائمه الدخل ضمن الايرادات الاخرى. اما في قائمة المركز المالي الميزانية مفروض ان الاوراق المالية تظهر في الاصول المتداولة، واتفقنا المخصصات خصوم، يبقى تظهر في جانب الخصوم في الميزانية. بس كده يبقى احنا اخدنا اصل في طرف
ومخصص مرتبط بيه في طرف تاني. فقالوا لا. طب ليه؟ ما اذا كان هم في علاقه بينهم ان الاوراق الماليه مرتبط بيها مخصص هبوط الاوراق الماليه، يبقى الاولى ان انا في الميزانيه بدل ما احط المخصص في الطرف الداين اللي هو طرف الخصوم او في طرف الخصوم، لا انا هنقله للطرف العكسي اللي هو طرف الاصول واطرحه من الاوراق الماليه، بدل ما انا اودي المخصص في جانب الخصوم هنقله لجانب الاصول الجانب العكسي، وبالتالي اقول اوراق ماليه 2000 مطروح منها مخصص هبوط الجديد اللي هو 100، فتظهر الاوراق الماليه بالصافي اللي هو سعر السوق ال 1900 جنيه، وبالتالي وفقا لمبدا الحيطه والحذر اعتبرت ان الاوراق الماليه سعر قيمتها الصافيه خلاص 1900 جنيه. يبقى ليه المخصصات بتظهر مطروحه من الاصول؟ لان المخصصات في الاصل خصوم، يعني دينا، فهننقلها لجانب الاصول اللي هو جانب المدين باشاره عكسيه، وبالتالي تتنقل مدينه تتنقل سالبه، فيبقى الاصل ناقص المخصص بتاعه يطلع لي الصافي قد ايه، ونشوف ده شكله ايه في القوائم بتاعتنا. في قائمة الدخل هلاقي ضمن الإيرادات الأخرى زي ما اتفقنا مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية حصل له نقص ب 150، فزي ما قلنا نقص المخصصات إيراد في حكم الإيرادات الأخرى وزيادتها يتحط ضمن المصروفات الأخرى. فأنا عندي حصل نقص في المخصص 150 حطيته ضمن الإيرادات الأخرى. لما أروح لقائمة المركز المالي هلاقي الاوراق الماليه ظاهره بال 2000 قيمتها الاصليه، مطروح منها مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه 100 اللي هو المخصص الجديد الرصيد الجديد للمخصص، يبقى صافي الاوراق الماليه 1900 جنيه. اوراق ماليه 2000 مطروح منها مخصص رصيده الجديد بعد ما عملنا قيد التخفيض وترصد في دفتر الاستاذ، اصبح الرصيد الجديد للمخصص 100 هو ده اللي هيروح الميزانيه مطروح من الاوراق الماليه عشان يظهر الصافي 1900. يبقى في قائمه الدخل بحط مقدار الزياده او التخفيض في المخصص، اما في قائمه المركز المالي بحط الرصيد الجديد بعد ما زاد او نقص. واضحه يا شباب؟ واضح جرد الاوراق الماليه؟ تمام. 2 احنا 6 اخبار الدنيا ايه باقي الناس؟ بروسكاي اخبار الدنيا ايه؟ هل الشاشة وضحت ولا لسه في مشاكل؟ تمام. يبقى اذا لما عملنا جرد الاوراق الماليه خدنا الاوراق الماليه بقيمتها اللي في ميزان المراجعه ما نغيرش فيها، نوديها الميزانيه على طول لانها اصل من اصول متداوله. كان المخصص 250 واحنا عايزين نخفضه الى 100، فخفضنا 150 وديناها ايراد في قائمه الدخل، والرصيد الجديد ال 100 وديناها الميزانيه مطروحه من الاوراق الماليه. ده بالنسبة لجرد الأوراق المالية. نرجع تاني للمثال بتاعنا. المعلومة الرابعة والأخيرة في مثالنا بتتعلق بجرد المدينون أو العملاء. بيقول لي عدم دين قدره 400، يعني عند الجرد شافوا موقف العملاء لقيوا إن عميل كان لينا عنده 400 جنيه. العميل ده توفى على سبيل المثال واحنا معناش اي مستندات تثبت احنا الفلوس اللي لينا عنده، وبالتالي يبقى لا امل في تحصيل المبلغ. عميل لينا عنده 400 جنيه توفى ما معناش مستندات تثبت حقنا، فالورثه مش هيعترفوا بالمبلغ.
فقالوا لنا لا احنا ما نعرفش اي حاجه عن الكلام ده، مش هندفع. فبالتالي ده دين لا امل في تحصيله، او عميل اشترى مننا بضاعه حالته الماليه متعثره، عليه ديون، اترفعت عليه قضايا، اتحكم عليه بالافلاس، اشهر افلاسه وسقط الدين اللي لينا عنده، وبالتالي ده دين معدوم. الكلام ده اكتشفناه عند الجرد. ده بالاضافه لكده احنا خلال السنه الماليه كان في ديون معدومه تانية تم اثباتها فعلا في الدفاتر قيمتها 600. يعني على مدار السنه لقينا ان في عملاء لينا عندهم 600 جنيه مفيش امل في تحصيل المبلغ ده، والمبلغ ده خلاص انتهى بالنسبه لنا، فثبتناه كدين معدوم، وبالتالي ترصد في دفتر الاستاذ فظهر لنا رصيد للديون المعدومه 600، وده بيعتبر خسائر، وبالتالي رصيد في حكم المصروفات رصيد مدين. وفي نفس الوقت زي ما مصطفى بيقول عندنا مخصص ديون ب 70 700، عندنا مدينون 7800 جنيه العملاء، وعندنا ديون معدومه 600، دي ديون معدومه تم اثباتها خلال السنه، وعندنا مخصص ديون مكونينه من السنه اللي فاتت ب 700. دي الارصده المتعلقه بالمدينين في ميزان المراجعه، 7800 جنيه مدينون اللي هم العملاء، ديون معدومه تم اثباتها خلال السنه ب 600، مخصص ديون مثبت من السنه اللي فاتت ب 700. وعند الجرد لقيوا ان في دين معدوم جديد غير ال 600 القديمه اللي احنا ثبتناها خلال السنه، لقيوا ان في دين معدوم ب 400، ويراد عمل مخصص ديون بنسبه 5% من رصيد المدينين. خلي بالنا رصيد المدينين حتى اللحظه الحاليه هو 7800 جنيه. تعالوا بقى نشوف التسويه الجرديه اللي هتتم هتبقى ماشيه ازاي. اولا رصيد المدينين الظاهر في الميزانيه 7800 جنيه. رصيد المدينين اللي في سوري اللي في ميزان المراجعه 7800 جنيه. اتفقنا ان ال 600 الديون المعدومه اللي موجوده في ميزان المراجعه دي ديون معدومه تم اثباتها خلال العام، وبالتالي اتخفضت من رصيد المدينون. يعني هما اصل المدينون كانوا 8400 جنيه، وخلال العام تم اثبات ديون معدومه ب 600 جنيه اتطرحت من ال 8400، فاصبح رصيد المدينون في ميزان المراجعه او في دفتر الاستاذ وترحل الى ميزان المراجعه 7800 جنيه. وخلال في اخر السنه لقينا ان في دين معدوم جديد ب 400، يبقى اطرحه هو كمان لانه لسه ما اطرحش، فهطرح 400 من ال 7800، يبقى رصيد المدينين الجديد اللي المفروض يظهر في ميزانيه الشركه 7400 جنيه. يبقى ال 7800 دي المدينون دي ده رصيد بعد خصم ال 600 ديون المعدومه اللي ظهر في ميزان المراجعه، يعني هي اتخصمت اصلا لما سجل بها قيد يوميه خلال السنه وتم اثبات الدين المعدوم ده. وبالتالي الرصيد 7800 ده رصيد بعد احتساب 600 جنيه ديون معدومه خلال العام. لكن في نهايه السنه اكتشفنا ان في ديون معدومه ب 400، ده لسه ما اتخصمش المبلغ ده، وبالتالي المفروض ان المدينون يبقى رصيدهم الجديد هو ال 7800 مطروح منها الديون المعدومه اللي عند الجرد فقط، 400، وبالتالي يبقى الرصيد الجديد 7400 جنيه. اعمل ريفرش يا احمد. طيب نتيجة اللي احنا عملناه ده اصبح رصيد الديون المعدومة لو انا رحت
اشوف الديون المعدومه هتبقى قد ايه. المفروض الديون المعدومه 600 اصلا اللي هي تمت خلال العام، هضيف لها 400 اللي عند الجرد، يبقى قيمه الديون المعدومه خلال السنه وفي نهايه السنه مع بعض 1000 جنيه. المبلغ ده يروح قائمه الدخل كمصروف او خسائر غير عاديه، مصروفات اخرى. وعشان اوديه قائمه الدخل اتفقنا لازم يتعمل قيد يوميه انقل المبلغ لقائمه الدخل. انا محتاج دلوقتي قيدين، قيد اثبت فيه ان في دين معدوم ب 400، لان زي ما اتفقنا ال 600 اللي في ميزان المراجعه دي تم اثباتها خلاص خلال السنه، فانا مطلوب مني دلوقتي اثبت ان في دين معدوم جديد ب 400، واخد ال 600 ال 1000 جنيه، ال 600 القديمه وال 400 الجديده اللي عند الجرد، ال 1000 جنيه ارحلهم لقائمه الدخل واعمل لهم اقفال في قائمه الدخل. وبالتالي يبقى القيدين بتاعتنا اهم بالشكل ده. اول قيد هقول فيه من حساب الديون المعدومه، لان الدين المعدوم يعتبر خسائر او مصروفات غير عاديه، تبقى طرف مدين من حساب الديون المعدومه بال 400 اللي عند الجرد الى حساب العملاء او المدينون بال 400. وشرح القيد اثبات الديون المعدومه عند الجرد، يبقى انا بعمل قيد يوميه اثبت الدين المعدوم اللي عند الجرد فقط، لان الدين المعدوم اللي ظهر في ميزان المراجعه ده دين معدوم تم اثباته بقيد زي ده بالظبط، بس ده تم خلال السنه الماليه، فانا بالتالي ما اقدرش اثبته مره ثانيه. لو انا جيت افتح حساب الديون المعدومه دلوقتي هلاقي رصيده 600 اللي هي ظاهره في ميزان المراجعه مدين، وظهر هنا مدين كمان ب 400، يبقى كان رصيد الحساب دلوقتي اصبح 1000 جنيه. لو انا رحت ابص على دفتر الاستاذ المفروض الاقي فيه 1000 جنيه بعد القيد ده. اخد ال 1000 جنيه واقفلها في قائمه الدخل، فبما ان الديون المعدومه مدينه اقفلها اجيبها دينه، فاقول من حساب ملخص قائمه الدخل الى حساب الديون المعدومه بال 1000 جنيه بقى اقفال الديون المعدومه في قائمه الدخل. وبالتالي بناء على القيدين دول دلوقتي لو رحت لقائمه الدخل هلاقي فيها ديون معدومه ضمن المصروفات 1000 جنيه، ولو رحت الميزانيه مفروض ان الاقي المدينون ب 7400 جنيه. تعالوا نشوفهم قبل ما نكمل. في المصروفات الاخرى في قائمه الدخل هلاقي في ديون معدومه بالألف بجديدة 600 واحنا معدوم عند في خلال السنه الماليه وفي نهايه السنه الماليه عند الجرد ثبتنا كمان 400، فاصبحت الديون المعدومه 1000 جنيه اترحلت كمصروفات غير عاديه في قائمه الدخل ضمن المصروفات الاخرى. اما في قائمه المركز المالي فهنلاقي ان المدينون او العملاء ظهروا ب 7400 جنيه القيمه الجديده. طيب هو كان قال لي في التمرين ويراد تكوين مخصص للديون المشكوك فيها او مخصص ديون 5% من رصيد المدينون. انهي رصيد؟ هل الرصيد اللي في ميزان المراجعه الاصلي 7800 ولا من الرصيد الجديد الحالي؟ طبعا ال 5% تبقى من الرصيد الحالي ال 7400 جنيه. عايزين نعمل مخصص للديون المشكوك فيها 5% من رصيد المدينين حاليا 7400 جنيه. يبقى اذا رصيد او مخصص الديون اللي انا عايز اكونه هاخد ال 7400 جنيه رصيد المدينين بعد ما طرحت منه الديون المعدومه عند الجرد، اضربه في 5% المخصص اللي هو قايل لي عليه في التمرين او اللي احنا عايزين نكونه اخر السنه، فيطلع رصيد المخصص او المطلوب المخصص المطلوب تكوينه 370. المخصص ده زي ما كنا شايفين حالا يظهر في الميزانيه مطروح من المدينون. يظهر في الميزانيه مطروح منين؟ من المدينون. لسه كنا حالا دلوقتي المدينون كانت ظاهره ب 7400
وكان تحت منها مخصص ديون مشكوك فيها 370 في قائمة المركز المالي في الأصول المتداولة، مدينون 7800 ناقص مخصص ديون اللي احنا لسه مكونينه 370، يبقى صافي المدينين 7030. 7030 ده رصيد او صافي المدينون. احنا كده كوننا مخصص ب 370. طب احنا كان عندنا اصلا في ميزان المراجعة كان عندنا رصيد للمخصص 700 جنيه. رصيد كان موجود في ميزان المراجعة اهو، مخصص ديون 700 في ميزان المراجعة، في أرصدة ميزان مراجعة المشروع بتاعنا. عندنا مخصص مكون من السنة اللي فاتت بكام؟ ب 700. طيب واحنا دلوقتي في نهاية السنة عند الجرد كوننا مخصص ب 370 وديناه الميزانية طرحناه من المدينون. يبقى ده معناه ان احنا عملنا ايه في المخصص؟ زودناه ولا نقصناه؟ تمام. ده الناس اخبارها ايه؟ تمام يا احمد، نقصنا المخصص، نقصناه من رصيد السنه اللي فاتت 700 وعايزين نخليه السنه دي 370، واتفقنا ان انا عشان ازود او انقص لازم يحصل قيد يوميه. يبقى انا عايز اعمل تخفيض ب 330، 700 ناقص 370 جديد، يبقى انا عايز المخصص دلوقتي يبقى 330. واتفقنا ان المخصص لما يزيد يبقى خسائر او مصروفات تظهر في قائمة الدخل، ولما ينقص يبقى ايراد غير عادي يظهر في قائمة الدخل. يبقى انا عايز اعمل حاجتين دلوقتي، اخفض المخصص من 700 370 وبالتالي يبقى اخفضه 330 فيظهر قيمته الجديده 370 اللي احنا وديناها الميزانيه، وفي نفس الوقت ارحل ال 330 اللي انا خفضتهم دول الى قائمه الدخل كايراد. يبقى لازم اعمل قيد يوميه زي ما اتفقنا يعدل الرصيد. اتفقنا ان المخصصات خصوم، يعني ارصده داينه، لما احب اخفضها اجيبها مدينة ولا دينا؟ المخصصات خصوم والخصوم أرصدتها دينا، لما أحب أزودها أجيبها لما أزودها أجيبها دينا ولما أخفضها أجيبها مدينة. تمام، يعني إحنا كنا سألنا في الأول قلنا هنخفضها يبقى نجيبها مدينة فعلا، لو حبيت أزودها أجيبها دينا. إحنا عايزين نخفض 330 يبقى أجيب المخصص مدين ب 330. يبقى من حساب مخصص الديون المشكوك فيها 330 الى حساب ملخص قائمة الدخل 330 تخفيض رصيد مخصص الديون طبقا لنتائج الجرد. يبقى انا خفضت المخصص 330 فجبته مدين ورحلت المبلغ الى قائمة الدخل، بالتالي لما اروح لقائمة الدخل الاقي عندي ايراد 330 ضمن الايرادات غير العادية بهذا الشكل، ضمن الايرادات الاخرى عندنا مخصص ديون مشكوك فيها حصل له نقص 330. انما لو المخصص كان زاد كان القيد هيبقى معكوس، من حساب ملخص قائمة الدخل الى حساب مخصص الديون واشوف مبلغ زيادة قد ايه احطه ضمن المصروفات هنا. تمام يا شباب، واضح كيفية معالجة جرد المدينون سواء ديون معدومة أو مخصص ديون مشكوك في تحصيلها. معالجة الديون المعدومة ومخصص الديون هل واضحة بالنسبة لنا ولا في مشاكل؟ مصطفى واضحة بالنسبة له.
باقي الشباب. مصطفى بس، مصطفى بس اللي الدنيا واضحة عنده. يعني عيد تاني ولا ايه الاخبار؟ علاء الدنيا بالنسبة له تمام، وباقي الناس؟ احمد اخبارك ايه يا احمد؟ بلو سكاي اخبارك ايه؟ الاخبار عن هل الدنيا واضحة ولا لا؟ لا مش تمام. ايه اللي مش تمام؟ طيب اولا برو سكاي بيقول لم احضر المحاضرة من اولها لذلك لم افهم التمرين. طبعا دي ايه مشكلة معظمنا، ان الناس حضرت متأخرة، وطبعا المحاضرة بتبدأ في ميعادها الساعة 8. فطبعا لو في واحد حضر فببدأ المحاضرة، لان طبعا وقت الناس ايه المفروض ان احنا بنحافظ عليه. فاللي بيحضر لو حضر واحد بس ببدأ المحاضرة. اللي بيتفوتوا حاجة ممكن هيحمل المحاضرة بعد كده، يعني رجاء الدعم الفني تبقى عملية تسجيل المحاضرة ونشرها يعني تبقى بسرعة. فممكن اللي ما حضرش المحاضرة يبدأ يتابعها في التسجيل، ولو في أي مشاكل احنا المرة الجاية هنشتغل برضه جرد، لو في أي مشاكل ممكن نبقى نوضحها المرة الجاية. بالنسبة لعلاء بيقول لي طيب بالنسبة لمادة المعالجة المحاسبية في الشركات المساهمة العامة ممكن حد يقدمها؟ يعني حضرتك عايز كورس في محاسبة الشركات المساهمة؟ تمام، احنا اتفقنا ان احنا ان شاء الله في مجموعة كورسات متتالية، واتفقنا ان احنا بعد ما نخلص كورس المحاسبة المالية هنبدأ كورس تكاليف، محاسبة التكاليف، وبعد منه كورس دراسة جدوى، وان شاء الله بعد كده يعني كل اللي هتطلبوه يعني انا معاكم لغاية ما نخلص كل الكورسات اللي انتوا عايزينها ان شاء الله. تمام علاء؟ نكمل المثال بتاعنا. احنا كده خلصنا التسويات الجردية اللي كانت مطلوبة مننا في التمرين بمعالجتها كاملة بقيود اليومية بتاعتها. فيفترض ان هي بلو سكاي، ما هو الاصل الذي يستهلك غير الاراضي؟ انا جاوبت السؤال ده في بداية المحاضرة. الذي لا يستهلك تمام غير الاراضي، جاوبت السؤال ده في بدايه المحاضره. كان مين معايا؟ كان مصطفى. مصطفى مصطفى، ايه هو الاصل الثابت الذي لا يستهلك غير الاراضي؟ لا المواد الخام يا محمد،
المواد الخام، لو في احنا في شيء مشروع صناعي وعندنا مواد خام، فده يعتبر من المخزون اللي بيظهر كبضاعة آخر مدة أو مخزون آخر المدة في الأصول المتداولة، فده مش أصل ثابت. محمود علي، المواد الخام بتعتبر من المخزون وده بيعتبر في الأصول المتداولة مش أصول ثابتة. مصطفى هو إيه جاب لنا الرد؟ الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل. الشهرة يا علاء، الشهرة أصل ثابت فعلا بس ممكن، والأساس أصول ثابتة، ودي كلها يتعمل لها إهلاكات. يعني ممكن أعمل إهلاك لشهرة المحل، في حالات بيتعمل فيها إهلاك لشهرة المحل ويتسجل محاسبين إهلاك للشهرة. ما هي الشهرة؟ ممكن تكون ناتجة عن شراء حق إنتاج أو براءة اختراع معينة، فده بيدي شهرة، أو الشراء علامة تجارية لشركة فدفعنا فيها مبلغ مليون جنيه مثلا، فالمليون جنيه ده بيعتبر أصل ثابت بسجله على إنه شهرة ويحصل له استهلاك عادي. لكن الأصل الثابت الذي لا يستهلك غير الأراضي هو الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل. احنا عندنا الأوراق المالية الأسهم والسندات ممكن تكون أصول متداولة لو كان شراءها بهدف المتاجرة فيها، شركة بتضارب في البورصة تشتري أوراق مالية وتبيع، فالأوراق المالية اللي عندها دي أوراق مالية قصيرة الأجل تظهر أصول متداولة. لكن لو شركة اشترت أسهم شركة تانية بغرض الاحتفاظ بيها وتبقى الشركة دي تمتلك جزء من الشركة التانية وتبقى شركة قبضة ليها، لو هي سيطرت، لو اشترت أكتر من 50% من الأسهم، فبيبقى هنا الشراء مش بهدف البيع ولكن الشراء بهدف الاحتفاظ بالأوراق المالية وامتلاك جزء من الشركة التانية، فده بيعتبر من الأصول الثابتة إلا إنه لا يستهلك، والأراضي أصل ثابت أيضا لا يستهلك. وضحت يا شباب؟ في 8 حاضرين دلوقتي والـ8 سمعوا الإجابة، الـ8 وبالنسبة لهم واضحة ولا لأ؟ أنا عايز الـ8 إجابات قدامي دلوقتي. محمد نمرة 1، بلو سكاي 2، علاء 3، لسه في 4 غير مصطفى، باقي الناس طيب تمام. الدعم الفني بيقول منهم واحد الدعم الفني، طب والدعم الفني مش متابع معانا؟ طيب اوكي. طيب نرجع بقى لباقي تمريننا، الارصده الباقيه. احنا خلاص خلصنا كده الاربع عمليات اللي كانوا جايين في نهايه العام للتسويات الجبريه. اهلا بيك استاذ مجدي. عندنا اوراق قبض موجوده في ميزان المراجعه ما حصلش عليها اي شغل في التسويات الجبريه لان ما كانش عليها تسويه جبريه. احنا قلنا اتفقنا ان اوراق القبض هنبدا نتكلم عليها المره اللي جايه ان شاء الله، جرد اوراق القبض. طيب وبالتالي اي رصيد انا ما اشتغلتش عليه وما وديتوش لقائمه الدخل ولا ميزانيه هبدا انقله على طول زي ما هو حسب القائمه اللي بيروح لها. اوراق القبض بتروح فين؟ اوراق القبض بتروح في الحسابات القوائم الماليه للمشروع فين؟ ماشي، في انهي قائمه؟ ضمن انهي جزئيه في انهي قائمه؟ نهى مدينه، في قائمه الدخل ولا في قائمه المركز المالي؟ تمام، بلو سكاي اصول متداوله، في قائمه المركز المالي ضمن الاصول المتداوله هلاقي اوراق قبض ب 12000 جنيه. الصندوق خلاص احنا عالجناه لما كان في زياده في الصندوق وعدلنا ووديناه قائمه المركز المالي. المبيعات بتظهر فين؟ في انهي قائمه؟ في انهي جزئيه؟ في انهي قائمه؟ تظهر في قائمه الدخل زي ما مصطفى بيقول، اول رقم في قائمه الدخل مبيعات 60000 جنيه، اول رقم في قائمه الدخل هو المبيعات. الاساس
بسرعة يا شباب. في المركز المالي ضمن الأصول، في أنهي أصول؟ في الأصول الثابتة. في الأصول الثابتة في قائمة المركز المالي بتظهر الأساس، وهيظهر مع الأساس الأصول الثابتة الأخرى اللي هي عندنا هنا سيارات وعقارات، هي دي الأصول الثابتة اللي موجودة عندنا في التمرين. أساس 2000، سيارات 4600، عقارات 3000 جنيه. وفي الأصول المتداولة يظهر أوراق قبض ب 12000، وتعالوا نشوفهم قبل ما نكمل عشان تبقى الأمور واضحة بالنسبة لنا. في الأصول الثابتة أهي فعلا عندنا العقارات والأساس والسيارات بتكلفتهم، وفي التمرين مش مديني مخصصات أو مجمعات إهلاك ليهم، يبقى بالتالي خلاص هيظهروا هم تاني في الصافي. إنما لو عندنا مخصصات إهلاك للأصول الثابتة دي، يبقى أنا كنت بحط الأصل لتكلفته هنا اللي هي رصيده، رصيد الأصل في ميزان المراجعة، وبحط رصيد مخصص الإهلاك بتاعه هنا، وبطرح الاتنين من بعض يديني الصافي. لكن احنا في التمرين ما عندناش مخصصات إهلاك، لأن احنا مش مركزين على الأصول الثابتة في التمرين ده، احنا مركزين على الحاجات اللي احنا عالجناها. الإهلاكات يا شباب هنقول هنتكلم فيها المرة اللي جاية في جرد الأصول الثابتة، هنتكلم فيها باستفاضة ونقول كل ما يتعلق بالإهلاكات. فرجاء يعني ان احنا ايه تمام نأجل موضوع الجزء الإهلاك ده للمرة اللي جاية، هنقول كلامه بالتفصيل ان شاء الله. بس رجاء ان احنا نحضر الساعة 8 يعني عشان تبقى الاستفادة تبقى اقصى ما يمكن يعني. وبعدين هنلاقي في الأصول المتداولة زي ما اتفقنا، الأوراق المالية اهي أوراق القبض سوري بال 12000 جنيه. يبقى كده أوراق القبض ظهرت في الأصول المتداولة، وضمن الأصول الثابتة ظهر لنا الأصول الثابتة بتاعتنا كلها، ولو في مخصصات أو مجمعات إهلاك ليها اقترح هنا، وبالتالي أطلع الصافي. نرجع تاني نشوف ميزان المراجعة إيه اللي فاضل فيه. عندنا 2400 جنيه مهايا، يعني مرتبات ومهايا واجور، ما حصلش عليها اي تسويات جرديه. احنا المره الجايه هنتكلم في جرد المصروفات والايرادات ونشوف لو في تعديلات عليها هتتم ازاي. طيب البند ده بيروح فين؟ المهايا او المرتبات او الاجور في انهي قائمه، في انهي جزء، في انهي قائمه؟ ايوه زي ما احمد بيقول كده، في المصروفات الاخرى في قائمه الدخل. تمام يا بلو سكاي، تمام مصطفى حسم الموضوع، في قائمه الدخل مصروفات اخرى. عندنا عموله شراء في انهي قائمه، في انهي جزء، في انهي قائمه عموله الشراء؟ قائمة الدخل في مصروفات الشراء. احنا عندنا مصروفات البيع والتوزيع، مصروفات البيع والايه والتوزيع اول تمام. هيظهر فيها ايه؟ هيظهر فيها كل المصروفات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات، عمولة الشراء، عمولة البيع، مصروفات نقل المشتريات، مصروفات نقل المبيعات اللي هي نقل للخارج ونقل للداخل. الحاجات دي كلها بتظهر ضمن مصروفات البيع والتوزيع في قائمة الدخل، نشوفها. ضمن تكلفة البضاعة المباعة، لما يقول تكلفة المبيعات اللي تكلفة البضاعة المباعة، اتفقنا ان في بضاعة اول المدة وراها المشتريات وبضاعة اخر المدة مصروفات البيع والتوزيع. هنبدأ نحط بقى كل المصروفات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات هنا، عمولة الشراء وعمولة البيع، مصروفات نقل للخارج، مصروفات نقل للداخل، تأمين على المشتريات، تأمين على المبيعات، كل ده يتجمع هنا في ال 1600 عشان نطلع تكلفة البضاعة المباعة. نرجع للأرصدة نكمل. عندنا مردات داخله، يعني ايه مردات داخله؟
ما هي المردودات الداخلة؟ المردودات الداخلة هي مردودات المبيعات، وبتطرح من المبيعات في قائمة الدخل. مردودات داخلة هي مردودات المبيعات، تطرح من المبيعات في قائمة الدخل. والمردودات الخارجة هي مردودات المشتريات، بتطرح من المشتريات في قائمة الدخل. عندنا أوراق الدفع تظهر في الخصوم المتداولة في المركز المالي. والمدينون خلصناها قبل كده. البنك أصل متداول في الميزانية وقائمة المركز المالي، يبقى ضمن الأصول المتداولة هلاقي البنك ب 2400، ما حصلش عليه أي تسويات جردية. أنا في عندنا جرد للبنك كمان ومذكرة تسوية البنك، ونشوف إيه التعديلات اللي بتتم على رصيد البنك. ديون المعدومة خلاص خلصناها. الفوائد المدينة، إيه هي الفوائد المدينة؟ تروح فين؟ الفوائد المدينة مكانها فين؟ يلا شباب، أين تظهر الفوائد المدينة؟ الفوائد المدينة تظهر في قائمة الدخل ضمن المصروفات الأخرى. مصطفى، لا مش إيراد يا مصطفى، دي مصروف. فوائد مدينة يعني مصروف، الإيرادات داينة مش مدينة. إيه هي الفائدة المدينة؟ هي أي فوائد بتدفعها المنشأة على القروض والسلفيات التي تحصل عليها من الغير. أخذنا قرض من البنك بندفع له فايدة، فالفايدة دي تظهر كمصروف فايدة مدينة. الفوائد المدينة تظهر في قائمة الدخل ضمن المصروفات. إنما الفوائد الداينة هي الفوائد التي تحصل عليها المنشأة، مثلا في البنك واخدين أخذنا عليها فايدة، فالفايدة إيراد بالنسبة لنا نسجلها على إنها فايدة داينة تبقى إيراد. الفوائد المدينة مصروفات تظهر ضمن المصروفات الأخرى في قائمة الدخل، والفوائد الداينة أو إيرادات الفوائد بتظهر ضمن الإيرادات الأخرى في قائمة الدخل. المطلوبات هي الدائنون. المطلوبات هي الدائنون، يبقى دي في المركز المالي في الخصوم المتداولة. الإيجار مصروف ضمن المصروفات الأخرى في قائمة الدخل. الأوراق المالية عالجناها. المشتريات اللي هي البند الثالث او البند الثاني في تكلفة المبيعات في قائمة الدخل. لما اتفقنا قلنا ان بحط بضاعة اول المدة، وبعدين المشتريات ناقص مردوداتها طبعا. يبقى المشتريات 50,000 ومردوداتها اللي هي المردودات الخارجة 400، اطرحهم من بعض واطلع الصافي 49,600 جنيه صافي المشتريات. بضاعة اول المدة خلاص عالجناها. المصروفات العمومية تظهر في قائمة الدخل في جانب المصروفات الاخرى. العقارات والسيارات خلاص خلصناهم. مخصص الديون خلاص. مخصص هبوط اسعار اوراق ماليه خلاص. المسحوبات وراس المال بيظهروا في حقوق الملكيه في قائمه المركز المالي. هحط راس المال 40,000 ورا منه مسحوبات هطرحها 890، واستنى بقى اشوف. احنا كده خلصنا الارصده، استنى بقى اشوف قائمه الدخل هتطلع ربح ولا خساره. اذا طلعت ربح اضيفه على الصافي بتاع رأس المال والمسحوبات. يعني رأس المال هطرح منه المسحوبات، إذا قائمة الدخل طلعت لي ربح أضيفه عليهم وأطلع صافي حقوق الملكية، وإذا قائمة الدخل طلعت لي خسائر أطرحها. من رأس المال وأطلع صافي حقوق الملكية. بقى أكل الدخل منشأة طارق ابن زياد، قائمة الدخل عن العام المنتهي في 31/12/2010. مبيعاتنا ناقص مردوداتها اللي هي مردودات الدخلة اداني الصافي. تكلفة المبيعات فيها بضاعة أول المدة، بضاعة تكلفة المشتريات، مشتريات ناقص مردوداتها اللي هي المردودات الخارجة اداني الصافي المشتريات. بضاعة آخر مدة 7,000 تطرح. مصروفات البيع والتوزيع الأربع بنود
بضاعة أول مدة 14 زائد مشتريات 49600 حضرتك ناقص بضاعة آخر مدة 7000 زائد مصروفات بيع وتوزيع 1600 يبقى الصافي 58200 جنيه تكلفة المبيعات. أفرحها من صافي المبيعات 59800 يطلع لي مجمل ربح، لأن الرقم موجب 1600 جنيه. أضيف عليه الإيرادات الأخرى اللي عندنا اللي احنا حسبناها قبل كده 520، والمصروفات الأخرى اللي عندنا 6160. هبص على الناتج النهائي بقي سالب 4040، يعني صافي خسائر. يبقى إذا لما أروح لقائمة المركز المالي رأس المال هطرح منه المسحوبات زي ما اتفقنا، وأطرح صافي الربح، ولو كان صافي وأطرح صافي الخسارة، ولو كان صافي الربح أجمعه. يبقى صافي الربح بيطرح من حقوق الملكية في الميزانية. منشأة طارق بن زياد قائمة المركز المالي في 31، ما نقولش بقى عن العام المنتهي فيه، لأ، زي ما اتفقنا قبل كده إن الميزانية هي لقطة لشكل الحسابات في لحظة معينة. اللحظة دي هي الساعة 12 بالليل يوم 31/12، أول ما ساعة رنت 12 بالليل يوم 31/12، لو أخدت لقطة بكاميرا مثلا على الحسابات هي دي الميزانية. ولذلك أقول في 31/12، ومش مقصود خلال اليوم كله كمان، لا، الساعة 12 بالليل. عندنا وصول ثابتة صافية 9600 جنيه، وعندنا أصول متداولة فيها بضاعة آخر مدة والمدينون ومخصص اليوم بتاعهم وأوراق القبض والأوراق المالية والمخصصة والخزينة والبنك. صافي الأصول المتداولة 35340، لما نضيفها على الأصول الثابتة اللي فوق يبقى الأصول كلها على بعض 44970 جنيه. لو رحنا للخصوم وحقوق الملكية، رأس المال 40000 ناقص مسحوبات 980 ناقص صافي الربح العام 4040، يبقى صافي حقوق الملكية 35070 جنيه. يبقى الخسائر اتطرحت، ولو كانت أرباح بتتجمع على حقوق الملكية. الالتزامات عندنا مطلوبات اللي اتفقنا زي اللي هي الدائنون تعتبر 1300، وعندنا أوراق دفع، يبقى الأصول متداولة 9900، يبقى مجموع الأصول وحقوق الملكية 44970 تساوي نفس الرقم اللي أنا جبته في الأصول 44970. ده كده شكل الحسابات بعد ما عملنا تسويات جردية وعدلنا في أرصدة ميزان المراجعة، والتعديلات الجديدة هي اللي راحت لقائمة الدخل والميزانية، وبالتالي يبقى قائمة الدخل والميزانية تعبر عن المبالغ الحقيقية، الأرصدة الحقيقية للحسابات. لكن لو احنا ما عملناش تسويات جردية وتجاهلنا الملاحظات اللي كانت موجودة دي اللي لجنة الجرد كشفتها لنا، وعملنا القوائم المالية من واقع ميزان المراجعة الأصلي، هتبقى المبالغ اللي موجودة في قائمة الدخل لا تعبر عن نتيجة النشاط الحقيقية من ربح وخسارة، المركز المالي لا يعبر عن حقوق المشروع وممتلكاته والالتزامات اللي على المشروع اللي هي الأصول والخصوم وحقوق الملكية، وبالتالي تبقى حساباتنا كلها نتيجتها أو تقييمها النهائي صفر. الحسابات ما تساويش حاجة بالنسبة لي، لكن لازم اخد في الاعتبار التسويات الجردية، اعدل الارصدة اللي يروح للقوائم بتاعتي هو الارصدة بعد التعديلات عشان دي تبقى هي الارصدة السليمة. احمد بيقول لو انا عندي اسئلة وانا بذاكر ممكن اعرضها على حضرتك امتى؟ في عندنا حلين. الحل الاول رجب اندرسكور بي اتش دي اتياهو دوت كوم، تبعت لي عليه اي اسئلة عندك وانا اوعدك ان انا هرد عليك. تمام، ده الايميل بتاعي، تبعت لي عليه اي اسئله عندك وهرد عليك ان شاء الله. او ان في بدايه المحاضره يوم الجمعه الساعه 8 صباحا لو لقيت حضرتك اول واحد دخلت، فوعد مني كل الاسئله اللي انت هتسالها هجاوب عليها لغايه ما تخلص كل اسئلتك. ولو عايز كمان تعرضها بالمايك وتتكلم نتكلم مع بعض، ما فيش اي مشكلة عندي. حد عنده اي اسئلة تاني؟ باقي الشباب
في 9 غير المحاضر والدعم الفني. مصطفى الدنيا عندك تمام؟ بلو سكاي الدنيا عنده تمام، شكرا لحضرتك. بلو سكاي ميل اور فيميل؟ عشان نبقى بس عارفين الدنيا بلو سكاي مين بالظبط. نهى الدنيا تمام؟ تمام. محمود علي الدنيا تمام عنده؟ ده الشباب. طيب طبعا احنا معظم الشباب اللي حاضرين حاليا 11 واحد غير الدعم الفني والمحاضر، 11 واحد. احنا المحاضرة بدأت الساعة 8 النهاردة، الساعة 8 بواحد بس هو مصطفى. وطبعا اول ما لقيت الكلاس فتح ومصطفى موجود بدأت عادي. في يعني اخ هنا زميل بيسأل هل ممكن احصل على نسخة كتابية من المحاضرة؟ ابعت لي على الايميل بتاعي، ابعت لي الايميل بتاعك، عرفني الايميل بتاعك وانا هبعت لك نسخة من المحاضرة ان شاء الله. رجب اندرسكور بي اتش دي @yahoo.com ابعت لي عليه وانا نكبر لكم شوية عشان تبقى الدنيا واضحة. رجب اندرسكور بي اتش تي @yahoo.com ابعت لي وان شاء الله هبعت لك النسخة الكتابية والدعم التمام الفني بيسجل لنا المحاضرة وبيعرضها لنا صوت وصورة، فتبقى عندك نسخة كتابية وعندك صوت وصورة بحيث ان تبقى الاستفادة اقصى ما يمكن ان شاء الله. حد عنده اي اسئلة تانية يا شباب؟ حد عنده اي مشكلة؟ كنت عاوز اتابع حضرتك. المحاضرات اللي فاتت كلها هتلاقيها موجودة على الموقع بتاع الاكاديمية، ممكن حضرتك يعني تحملها وتسمعها خلال الاسبوع ونبدأ هنكمل مع بعض ان شاء الله المحاضرات مع بعض ان شاء الله، مش اي مشاكل. ماشي يا احمد؟ احمد عايز يتابع المحاضرات من الاول، فبقول لحضرتك ان المحاضرات موجودة على موقع الاكاديمية، فممكن حضرتك تحملها وتسمعها كلها بحيث تتابع الموضوع من الاول وتبدأ تكمل معانا من الجمعة اللي جاية ان شاء الله 8 صباحا يا احمد. حد عنده اي اسئلة؟ طيب كده يبقى احنا بدأنا مع بعض التسويات الجردية وخدنا 3 تسويات جردية النهاردة. التسويات الجردية اللي تتعلق ب الأوراق المالية، التسويات الجردية تتعلق بالمحاسبة المالية، بدأنا الكورس من حوالي شهرين تقريبا وتعرفنا على مبادئ المحاسبة المالية والتسجيل في دفاتر أو في دفتر اليومية، الترحيل إلى دفتر الأستاذ. أخذنا أمثلة على معادلة المركز المالي وإزاي إن المعادلة بعد أي عملية مالية يجب إن الأصول تتساوى مع الخصوم وحقوق الملكية. وتطرقنا الى
كيفية تحديد الطرف المدين والدين في كل معاملة مالية، ثم تسجيلها في دفتر اليومية وترحيلها إلى دفتر الرصاص، ثم إعداد ميزان المراجعة. ثم إعداد القوائم المالية اللي غالبا بيتم في نهاية السنة المالية، وإزاي نحدد مقدار الأرباح أو الخسائر اللي حققها المشروع، وبالتالي نحكم على نجاح أو فشل المشروع، والمركز المالي للمشروع بمعنى تحديد حقوق المشروع وممتلكاته، ممتلكات المشروع وحقوق طرف الغير التي تسمى في علم المحاسبة بالأصول، والالتزامات التي على المشروع للغير اللي هي الخصوم أو الالتزامات، والالتزامات التي على المشروع لصاحبه التي تتمثل في حقوق الملكية. وشفنا المرة اللي فاتت كيفية إعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، وكنا على وعد نلتقي النهاردة إن شاء الله لنبدأ في التسويات الجردية في نهاية العام، وكيف أن التسويات الجردية بتحدث تغيير في أرصدة ميزان المراجعة الذي تم إعداده في نهاية السنة المالية، وأن هذه التعديلات بتعتبر تعديلات جوهرية وجذرية لابد من إتمامها قبل إعداد القوائم المالية للمشروع. بمعنى إن أنا ما ينفعش في نهاية السنة أروح أعمل قوائم مالية وأنا عندي تسويات جردية كتير لسه ما تمتش، وبالتالي في حسابات كتير من حسابات ميزان المراجعة الأرصدة اللي ظهرت من دفتر الرصاص ورحلت إلى ميزان المراجعة الخاصة ببعض الحسابات بتبقى أرصدة غير سليمة، إن أنا أخدها وأشتغل منها وأعمل منها قوائم مالية لابد من تعديل هذه الأرصدة أولا، وده بيبقى لعدة أسباب هنبدأ نتطرق فيها ليها لما نبدأ نشوف التسويات الجردية عندنا هتمشي ازاي. احنا عندنا تسويات جردية تتعلق بحسابات الأصول الثابتة وكيفية احتساب إهلاكات للأصول الثابتة، وما هو الإهلاك وما هي مبادئ حساب الإهلاك وطرقه، وتسويات جردية تتعلق ببنود الأصول المتداولة، في عندنا تسويات جردية تخص المخزون أو البضاعة، وتسويات جردية تتعلق بالمدينون وأوراق القبض، تسويات جردية تتعلق بالأوراق المالية، تسويات جردية تتعلق بالنقدية في الصندوق والبنك، تسويات جردية تتعلق ببنود قائمة الدخل المصروفات والإيرادات، فدي كلها تسويات جردية لازم تتم في نهاية السنة المالية قبل إعداد القوائم المالية للمشروع. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في جزء من التسويات الجردية عشان ما يبقاش الموضوع
تقيل علينا ونحس ان في بعض الاجزاء غير مستوعبة. فاحنا هنقسم شغلنا النهاردة ان شاء الله جزء من الحسابات، ونأجل للمرة القادمة ان شاء الله باقي التسويات الجردية. فاحنا هنتكلم النهاردة ان شاء الله على التسويات الجردية التي تتعلق بالبضاعة، بضاعة اخر المدة، والتسويات الجردية التي تتعلق بالمدينون او العملاء، والتسويات الجردية التي تتعلق بالاوراق المالية. والمرة اللي جاية ان شاء الله نتكلم في التسويات الجردية التي تتعلق بالاصول الثابتة، والتسويات الجردية اللي بتتعلق بأوراق القبض، والتسويات الجردية التي تتعلق بالمصروفات والإيرادات. يبقى هناخد النهاردة ثلاث أنواع من التسويات الجردية، وهنأجل للمرة اللي جاية ثلاث أنواع تانية. النهاردة هنتكلم في التسويات الجردية للبضاعة، المدينون، الأوراق المالية. المرة اللي جاية هنتكلم في التسويات الجردية إن شاء الله اللي تتعلق بالأصول الثابتة وأوراق القبض والمصروفات والإيرادات. هنبدأ مع بعض مثال، ومن خلاله نشوف ايه هي التسويات الجردية اللي المفروض تتم على الحسابات اللي احنا قلنا نشتغلها النهاردة ان شاء الله. يبقى تاني، الجرد او التسويات الجردية هي تعديل في ارصدة ميزان المراجعة في نهاية السنة المالية لمعالجة بعض القصور في الأرصدة دي نتيجة عدم الأخذ بعض الأشياء خلال السنة المالية تتعلق بمعاملات المشروع. تعديل في بعض أرصدة ميزان المراجعة لأن هذه الأرصدة فيها بعض الحسابات بتبقى أرصدتها غير معالجة معالجة كاملة. على سبيل المثال عشان نوضح الفكرة، لو احنا بندفع مرتبات العاملين 1000 جنيه في الشهر، يفترض ان المرتبات في نهاية السنة هتبقى 12000 جنيه. طيب لو جينا في ميزان المراجعة ولقينا ان رصيد المرتبات 11000 جنيه بس، يبقى ده معناه ان في مرتب شهر لسه ما تسجلش. فممكن على سبيل المثال ان المنشأة بتقبض العاملين يوم 5 في الشهر مرتب الشهر اللي فات، يعني مرتب شهر يناير بتقبضه يوم 5 فبراير، مرتب شهر فبراير بيتقبض يوم 5 مارس، وهكذا. فمرتب شهر ديسمبر شهر 12 المفروض انه يتقبض للعاملين يوم 5 يناير من السنة الجديدة. فانا لما اجي يوم 31/12 نهاية السنة المالية واقفل دفاتري ورصد حسابات الاستاذ، هلاقي ان حساب المرتبات اترحل له مرتبات 11 شهر وشهر 12 لسه ما اتدفعش، وبالتالي ما تسجلش بيه قيد يوميه وما ترحلش الى دفتر الاستاذ. فانا المفروض ان انا في نهايه السنه الماليه اسجل قيد يوميه اقول ان في مرتب شهر 12 لسه ما اتدفعش، وان هذا المرتب يمثل دين مستحق علينا، وسجل بيه قيد يوميه زي ما هنشوف المره الجايه ان شاء الله. وبالتالي لما ارحله الى ميزان المراجعه
هلاقي ان حساب المرتبات بقي 12,000 جنيه يمثل مرتبات السنة بالكامل، وبكده لما اجي اعمل قائمة الدخل واحط ضمن المصروفات مرتبات 12,000 جنيه، تبقى مصروفاتي تعبر عن السنة المالية بالكامل. لكن لو انا ما عملتش التسوية الجردية وخليت المرتبات ب11,000 زي ما هي، هبص الاقي ان في نهاية السنة مرتبات 11,000 تروح لقائمة الدخل قيمة غير سليمة، وهكذا. يبقى اذا التسويات الجردية هي تعديل في ارصدة ميزان المراجعة لمعالجة بعض القصور في الحسابات، وبالتالي الحسابات بعد التسويات الجردية تظهر الارصدة الحقيقية اللي تعبر عن السنة المالية. وضحت فكرة يعني ايه هنعمل تسويات جردية؟ كمبدأ عام. شباب معايا ولا؟ مصطفى اوكي. طيب في اتنين تاني معانا. طيب على باقي الشباب لما يصحوا نبدأ نشتغل ونشوف ايه اللي هيتم في التسويات الجردية. المثال بيقول فيما يلي ارصدة ميزان المراجعة لمنشأة طارق ابن زياد في يوم 31/12/2010. يعني المنشأة سجلت المعاملات المالية خلال السنة في دفتر اليومية، رحلتها لدفتر الأستاذ وخدت أرصدة ميزان أرصدة حسابات الأستاذ، ما هو الأصل الثابت الذي لا يستهلك غير الأرض؟ عرفت يا مصطفى ولا لسه؟ طيب الأصل الثابت الذي لا يستهلك غير الأراضي هو الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل. الاستثمارات في الأوراق المالية طويلة الأجل، إيه هي الأوراق المالية والسندات اللي تشتريها المنشأة؟ فإذا كانت المنشأة بتشتري أسهم وسندات بغرض المتاجرة فيها، يعني بنشتري أسهم من البورصة وبنستنى نلاقي السعر الأسهم دي تتحرك شوية في البورصة وارتفع بنبيعها على طول نحقق منها مكاسب متاجرة في الأسهم وسندات. ففي الحالة دي بتسمى أوراق مالية قصيرة الأجل وبتظهر ضمن الأصول المتداولة، ما تبقاش أصل ثابت. انما لو اشترينا اسهم وسندات بغرض الاحتفاظ بيها، وبالتالي يبقى احنا كده عندنا مثلا اسهم في شركة تانية، يبقى احنا بنمتلك شركة تانية. في الحالة دي بتعتبر ان الاوراق المالية دي استثمارات طويلة الاجل وبتظهر كاصل ثابت في الميزانية، وبالتالي الاستثمارات في الشركات القابضة والتابعة بتندرج تحت نفس المفهوم. لو الشركة بتاعتنا اشترت اسهم شركة تانية بغرض السيطرة على الشركة التانية وتبقى شركتنا قابضة للشركة التانية، فدي استثمارات في شركات تابعة تعتبر استثمارات طويلة الاجل وتعتبر من ضمن الاصول الثابتة ولا تستهلك برضه. يبقى الاستثمار في الاوراق المالية بغرض الاحتفاظ بيها والسيطرة على الشركات الأخرى ده بيعتبر من الأصول الثابتة وهو أصل غير قابل للإهلاك، زي الأراضي ما هي أصل غير قابل للإهلاك. واضح يا مصطفى؟ تمام. نبدأ المثال بتاعنا. أرصدة
ميزان مراجعة منشأة طارق بن زياد في 31/12/2010، عندنا أوراق قبض 12,000، صندوق 5,000، مبيعات 60,000، أساس 2000، مهاية 2400، عمولة شراء 500، مصروفات نقل للخارج، مصروفات نقل للخارج يعني مصروفات نقل المبيعات، بنبيع بضاعة وننقلها إلى العميل بسياراتنا، نصرف مصروفات نقل للخارج أو مصروفات نقل المبيعات، مردودات دخلة يعني مردودات المبيعات، تم بيع بضاعة وخرجت البضاعة من مخازننا وراحت للعميل، العميل اكتشف ان في عيوب في بعض وحدات الانتاج رجعها لنا تاني، فبقت مردودات داخلة للمنشأة يعني هي مردودات المبيعات. مردودات خارجة هي مردودات المشتريات، اوراق دفع، مدينون، نقدية في البنك، ديون معدومة، فوائد مدينة، مطلوبات. مطلوبات دي ممكن يعني هي الدائنين وأوراق الدفع أو الدائنين، لأن احنا عندنا أوراق دفع هنا، فالمطلوبات هي تمثل بند الدائنون. إيجار، مصروف إيجار، أوراق مالية، الأوراق المالية هنا بقى ما حددتش هل هي طويلة الأجل يعني بغرض الاحتفاظ بيها والسيطرة على الشركات الأخرى تبقى أصل ثابت، ولا الأوراق المالية بغرض المتاجرة فيها وبالتالي تعتبر أصل متداول، فإحنا بنعتبرها في الأصول متداولة. يعني هو مفروض إن أنا برجع للمنشأة وبشوف هي اشتريتها بنية إيه، هل بنية الاحتفاظ بيها والسيطرة على الشركات الأخرى تبقى أصل ثابت، ولا اشتريتها بهدف المتاجرة فيها تعتبر أصل متداول، فإحنا هنعتبرها هنا كأصل متداول. مشتريات، بضاعة أول يناير يعني بضاعة أول المدة من عام 2010، 14,000 جنيه بضاعة أول يناير سنة 2010، بضاعة أول المدة. مصروفات عمومية، عقارات، أراضي ومباني يعني، سيارات، مخصص الديون، مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية، مسحوبات رأس المال. دي كده الأرصدة اللي هو مدهاني. اديني معلومات أخرى عند الجرد، فإذا علمت أنا وتبين عند الجرد في 31 ديسمبر ما يلي في نهاية السنة اكتشف ايه؟ عملنا لجنة الجرد، نزلت لمخازن المشروع، جردت البضاعة اللي موجودة في المخزن، لقيت ان بضاعة اخر المدة تكلفتها يعني التمن اللي دفعناه في شرائها ونقلها وتخزينها صرفنا على البضاعة تكلفتها 7200 جنيه، وان هذه البضاعة سعرها في السوق يساوي 7000 جنيه، لو بعناها تتباع ب 7000 جنيه بس، يبقى بضاعة اخر مدة بالتكلفة 7200 بسعر السوق 7000 جنيه. عملوا جرد للنقدية اللي في الخزنة ولقيوا ان في 40 جنيه زيادة عن الرصيد الدفتري. يعني الرصيد الدفتري كان بيقول ان النقدية في الصندوق 5000 جنيه. يعني مفروض عفوا يعني مفروض ان احنا لما نعد النقدية اللي في الصندوق نلاقي ان في 5000 جنيه نقدية في الصندوق. لما جم عملوا جرد للخزنة وعدوا الفلوس لقيوا ان الفلوس زايدة 40 جنيه، يعني في 5040 جنيه في الصندوق. سعر الاوراق المالية في السوق، يعني عندنا اوراق مالية ب 2000 جنيه، يعني ده الثمن اللي احنا اشترينا بيه الاوراق المالية،
اشترينا اوراق ماليه، اشترينا اسهم ب 2000 جنيه، تكلفتها 2000 جنيه، لكن لو حبينا نبيعها دلوقتي فهي سعرها في البورصه 1900 جنيه بس. ممكن سعر طبعا في البورصه يبقى اعلى او اقل حسب هل اسهم الشركه دي في البورصه بتزيد يبقى هتكسب ولا بتقل هيحصل لها خسائر زي حالتنا كده. أعدم دين قدره 400 جنيه ويراد عمل مخصص ديون بنسبة 5% من رصيد المدينين. المطلوب إعداد حسابين المتاجرة والأرباح والخسائر أو قائمة الدخل. إحنا عايزين قائمة الدخل مش هنشتغل بالمتاجرة والأرباح والخسائر. المتاجرة والأرباح والخسائر قلنا دي الأساليب التقليدية لحساب الدخل. إحنا هنشتغل بالأساليب الحديثة او الاسلوب الحديث لاعداد او تحديد مقدار صافي دخل المشروع وهو قائمة الدخل. وبعدين عايزين قائمة المركز المالي او الميزانية العمومية في تاريخ 21 ديسمبر 2010. طيب هنبدأ نشوف التسويات الجردية. يعني عندنا اربع عمليات، اربع مشكلات حصلت عند الجرد اكتشفوهم وعايزين نعالج المشكلات دي ونشوف تأثيرها على أرصدة ميزان المراجعة وازاي هنعدل في أرصدة ميزان المراجعة اللي احنا قلناها فوق، وبالتالي الأرصدة ميزان المراجعة الجديدة تبقى شكلها ايه، وبالتالي منها بعد كده نعمل قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. نبدأ نتكلم في اول نقطة اللي هي بضاعة اخر المدة. هو بيقول لي بضاعة اخر المدة بيقول لي بضاعة اخر المدة ايه تكلفتها 7200 جنيه وسعر السوق 7000 جنيه. التكلفة 7200 وسعر السوق 7000 جنيه. لجنة الجرد لقيت ان مثلا في 1000 وحدة منتج او 1000 وحدة من السلع اللي احنا بنتاجر فيها في المخزن، رجعنا لفواتير الشراء بتاعتهم لقينا ان دول ثمنهم اللي احنا اشتريناها بيه 7200 جنيه، ووفقا لاسعار البيع اللي احنا بنبيعها لقينا ان الكميات دي هتتباع ب 7000 جنيه. يبقى احنا هنعتمد على انهي رقم فيهم؟ خلي بالنا ان احنا قلنا المرة اللي فاتت ان بضاعة اخر المدة هي لها خاصيتين بيختلفوا عن كل ارصدة ميزان المراجعة. الخاصية الاولى ان بضاعة اخر المدة ما بتبقاش متسجلة خلال العام في الدفاتر كبضاعة اخر مدة، هي كانت موجودة عندنا كمشتريات. فاحنا عايزين نعملها تسجيل ونظهرها، نحولها من حساب ان هي بضاعة اشتريناها وبالتالي تتحول كمصروف او تكلفة على قائمة الدخل، نقول ان دي بضاعة لسه ما اتباعتش، فالمفروض ان احنا في نهاية السنة بنعمل لها قيد يومي كده. لكن قبل كده، قبل ما نعمل تسويات جردية، بتبقى بضاعة اخر مدة لسه مش ظاهرة في ميزان المراجعة. يبقى الخاصية الاولى ان قبل التسويات الجردية وقبل اعداد قيمة الدخل بتبقى بضاعة اخر مدة رصيد، او هي مش رصيد من ارصدة ميزان المراجعة. نمرة اتنين ان هي الحساب الوحيد اتفقنا الذي يستخدم في اعداد القوائم المالية مرتين. كل حساب مفروض احنا بنستخدمه مرة واحدة، اما في قائمة الدخل او في قائمة المركز المالي، انما بضاعة اخر مدة بتستخدم مرتين، مرة في بضاعة في قائمة الدخل ومرة تانية في قائمة المركز المالي. فبضاعة اخر مدة تكلفتها 72 وسعر السوق ليها تكلفتها 7200 جنيه وسعر السوق ليها 7000 جنيه. ففي عندنا قاعدة في المحاسبة بتقول وفقا لمبدأ الحيطة والحذر تقوم او تقدر بضاعة اخر المدة على اساس التكلفة اللي هي 7200 جنيه او سعر السوق
اللي هو 7000 جنيه، أيهما أقل؟ تقدر بضاعة آخر المدة على أساس التكلفة، كانت التكلفة 7200 جنيه، أو سعر السوق اللي هو 7000 جنيه، أيهما أقل؟ فالأقل هو 7000 جنيه، يبقى هقدر بضاعة آخر المدة ب7000 جنيه. يبقى كده لجنة الجرد لما قالت لي إن البضاعة اللي في المخازن تكلفتها قد كده وسعر سوقها قد كده، إحنا كحسابات أو كمحاسب مالي في نهاية السنة بعتمد التكلفة أو سعر السوق أيهما أقل، وأروح بقى أسجل قيد يومية بناء عليه أرحل المبلغ ده لقائمة الدخل. كده بقي عندنا بضاعة أول مدة، بضاعة أول يناير 2010 قيمتها 14000 جنيه، ونتيجة الجرد لقينا إن بضاعة آخر المدة 7000 جنيه. عندنا رصيدين للبضاعة، رصيد لبضاعة أول المدة 14000 جنيه، ورصيد لبضاعة آخر المدة اللي احنا طلعناه بس لسه هو ما ظهرش في ميزان المراجعة لغاية دلوقتي 7000 جنيه. هنعمل قيد نقفل فيه بضاعة أول المدة، يعني نحولها إلى ميزان، إلى من ميزان المراجعة نحولها إلى قائمة الدخل، وهثبت بضاعة آخر المدة. بقول إن بضاعة أول المدة خلاص دي كانت في أول السنة وانتهت خلاص أول السنة. عايز أقفل الحساب ده من دفاتري وأفتح حساب لبضاعة آخر المدة. بقول خلاص البضاعة ما بقتش 14000 اللي كانت أول السنة، أصبحت البضاعة دلوقتي 7000 جنيه في آخر السنة. فبعمل قيد إقفال لبضاعة أول المدة وقيد إثبات لبضاعة آخر المدة. القيدين هيظهروا بالشكل ده. بما إن بضاعة أول المدة هي أحد الأرصدة المدينة، يعني لو رحنا لميزان المراجعة هنلاقيها رصيد مدين بيظهر ضمن الأرصدة المدينة، وأنا عايز أعمل لها إقفال، يبقى أجيب الحساب طرف داين إلى حساب بضاعة أول المدة. طيب جميع الحسابات اللي أنا هرحلها إلى دفتر إلى قائمة الدخل المفروض إن أنا بعمل لها إقفال في قائمة الدخل، يبقى بالتالي تظهر قائمة الدخل للطرف الثاني، فأقول من حساب ملخص قائمة الدخل، وبالتالي إقفال بضاعة أول المدة من حساب ملخص قائمة الدخل إلى حساب بضاعة أول المدة بال 14000 جنيه. هينتج عن القيد ده لو أنا رحت أفتح حساب بضاعة أول المدة وكان رصيده مدين ب 14000، أرحل القيد ده فلاقي إن بضاعة آخر المدة داينة ب 14000، أروح حاططها في الطرف الداين، لما أعيد ترصيد الحساب ألاقي